وعقد المحب يا عين رح تفرح معانا الناس لو كان العمر عمرين ما فرقت معانا يا ناس وعقد المحب يا عين رح تفرح معانا الناس واللي ضمير انعدم رح تخطف الأيام يغرق في بحر الندم يفقد معه الأحساس يا ريت عنا الصبر عالدنيا لما تشوف ننسى زمان البحر طريق النور يا ريت عنا صبر عدني لما تجوب ننسى زمان القهر نمشي بطريق النور ونرجع اللي انكسر نملى سمانا طيور يا رب صار العمر بده الكفن والقاس خلي بقلبك أمل الدنيا والأيام بقلب الجبل وردي بحضنه تنام واللي عصر قلبه الألم واللي تعب واللي انظلم واللي انكتب واللي انعمل بكرة تشوف بس لو أعرف ليش عناصر الكركون أخدوا عمي أبو حمدي إذا بيكون في حد اشتكى عليه لأخرب الدنيا على رأسه أنا ما صدقت إمتى اجتمعت مع واحد يفهم علي وفهم عليه من هون لبكرة إذا ما طلع أبو حمدي رح أعمل مشكلة وألحقوا هالكركون والله وبري عليك يا مرت عمي رحتي واشتكيتي على أبو حمدي وخلصتيني من همه
لك أنا، لك أبو حمدي، لك أنا، لك أنا أبو عزو، أنا أبو عزو. لك اللي بدي يوقف بوش أبو عزو رح ينزل ويتبهدل بهدلة الكلاب. لو مروح لعند مرت عمي نظمية أحسن شي. سلم على عصام. الله يسر لك يا رب. نايم عمي؟ تمام تمام. مستر مدياتا تمام. الله معك، مع السلامة. السلام عليكم. أهلين أبو حمدي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شلونك؟ معروف. يسعد لي أوقاتك. تفضل فيك على سلامتك. الله يسلمك. زعلول هدو كاس شاي. أمرك مع المي. تكرم عينك أنت وعمي أبو حمدي. الله يسلمك يا زعرور. يا ابو حمدي قولي لي شوف، ليش اخذوك على الكراكون؟ ما بعرف يا ابو معروف، ما بعرف. كل الشغله تبلي بتبلي. شيء شلون هي بقى ابو حمدي؟ شلون يعني تبلي؟ قال بده يعرف رئيس الكراكون شلون طلعوني من الحبس. شو بنا ابو حمدي؟ مو على اساس طلعوك براءه؟ مظبوط. 10 سنين قضيتهم بالتحبيل. 10 سنين ظلم ما بنساهم لا يوم ولا ليل. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا أبو حمدي، شو صار معك بالكراكون؟ سألني رئيس الكراكون، قلت له، قلت له أخذوني وحققوا معي وما طلع علي شيء وتركوني. أيوه، وأنت ليش زعلان طالما طلعت بريء؟ المشكلة إنه لا أختي التيسير ولا أهل الحارة عم بيسدوني البريء. طول بالك عمي، طول بالك. نيال المظلوم عند ربه بريء. تفضل عمي ابو حمدي. عمي ابو معروف. سواديات عمي. بسيطة عمي ابو حمدي، بسيطة. سكبيلو لابن عمك، سكبيلو. ان شاء الله يعجبه. الله يسلم هالديات سعدية. كمان شوي صغيرة، كمان شوي. لك لبان؟ يسلموه. يا سلام يا مرت عمي، يا سلام. لك الله يخلي لنا اياكي ويطول لنا بعمرك ويضل يسوي لنا هالاكلات الطيبه. الله يسلمك، ان شاء الله الف صحه وهنا. الهي الف صحتين وهنا. بس هذا كله شغل سعديه. الله يسلم ايديك يا سعديه. يا مو، اليوم انا وجاي شفت خالي ابو حمدي واشترى لي من ضمينه. شو؟ خالك؟ خالك ابو حمدي؟ ايه يا مو، راح الحمام. معقول هالحكي؟ وشلون طلع هيك بسرعه من الكراكون؟ ليش لحتى ما يطلع سهري؟ خالي ابو حمدي مو عامل شيء لحتى يحبسه. انت سدي نيعك والتهي باكلك. شلون بيطلعوا ابن عمي؟ والله كان لازم يدقوه بالحبس. والله ما بعرف يا سادي. على كل حال بخلص اكلي وبروح على الكراكون بفهم شو القصه. وفهم لي من رئيس الكراكون انه ليش طلعوا من الحبس مع انه ما لازم يطلع. يا جماعه والله خالي بريء، والا ما رب العالمين يكشف الحق بيوم من الايام. بتقولوا صبري يا قالي. ان شاء الله بينقال اقوالي. قدم منك نكديه بالعالم ما في، وركلي وعلى نصك. شبعت يا مو، ما بقى عندي نفس. ايه وبالناقص وبيكون احسن. ما كانت تفهم انه خاله هو اللي قتل ابوه. ما كانت تفهم. معلش يا مرت عمي، طولي بالي. معها رح تفهم وتتاكد من هالشيء. كنت قبرنيكم. كلي انتي شعبية، كلي كلي مرت عمي. الله وكيلك يا عمي ابو حمدي، كان نفسي اضربه لعصر الكراكون اللي كان بده اياه اختك. منيح لما انهبلت وساويتها، كانت راحت عليك. طيب ليش لا ياخذوك عمي ابو حمدي؟ ليه؟ شو بعرفني؟ بس الظاهر في حدا عم ينكوش وراي. حدا مين عمي ابو حمدي؟ مين؟ لو بعرف كنت رحت له، بس بالكراكون ما قالوا لي. خير ان شاء الله. ايمتى حتبلش بشغلك عمي ابو حمدي بالقهوه؟ اليوم باذن الله. اليوم حنسمع الحكايات من عمي ابو حمدي. هي حكايه واحده ما في غيرها. حكايه واحده بس. طيب شو اسمها؟ شحرور. كمل اكلك، هلا بيستعوقك بفوز. على راسي.
أهلين وسهلين ومرحبتين يا مو. بالمهلي تقبريني. شو؟ لا جبتي القهوة قوام؟ مستعجلة بدك يعني روح من عندك؟ لا أيوه، شو مستعجلة؟ هي قهوة أهلا وسهلا. ولا يهمك أمي، على كل حال أنا مستعجلة بدي روح قبل الغداء. ما بصير، بتتغدي عندي بعدين بتروحي؟ لا تقبريني ما بلحق، شنو أم سليم بعتي وراي قال عاوزتني. أم سليم عاوزتك؟ خير شو بدها؟ إيه ما بعرف، هلا بدي روح شوف شو بدها. خير إن شاء الله. صبي يا مو. ظبطت معي لك شح وابو حمدي بالحاره بيت مختار نفد من الكراكون لك الله يصلحك يا مرت عمي الله يصلحك كنت عطي رئيس الكراكون قرشين ليه ما كان فلته وطالع ودغري انا لازم افكر بطريقه طالع فيها ابو حمدي من الحاره لازم تقبر نيكول تفضل ابن عمي يسلم ودياك ابن عمي يعني هو ما عمل شي مشكلة او خناقة بالحارة لا رجال بحاله ما عمل اي شي ولا اي مشكلة ولا انا صوب حدا بنور لكان ليش اخذوا على الكراكول بدي نسألوا كم سؤال عن شو ابن عمي لك شو بكي انت وياها شو بكي لسه ما بلشت اكل نزلتوا فيني زخ اسئلة لك خلوني اعرف الزهرة محب على قصة حاضر ابن عمي مثل ما بدك وهي سكتنا كول تقبرني كول عم باكل يا مو كول ابني كول كول ملك بيها العيس كليلو كلي اختي كلي عليك شو لازم تعمل بالقهوة اليوم انت وشيبوبا ولا يهمك معلم عزو وحياة عيونك لحتى خلي لك هذا ابو حمدي يهج من القهوة يا فارم عليك اليوم له اول يوم بالقهوة ما بدي اياه يتهنى بنوب مشي معلم مثل ما بدك معلم عزو شو مشان الدكان هلا حاجتك نا انا حاطط عيني على دكانة ابو تيسير وراح افتحها بس يا معلم ابو عزو بسلامك مفهوميتها الدكان تبع ابو تيسير مأجرينها لابو حدو سكافي وشو يعني؟ أنا رح خليه يعطيني الدكان وارجع افتحها مثل ما كان المرحوم فاتحها يا ولا معك حق يا معلمي هاي الدكان شغال منيح منيح اسمعني يا ابو عزو انت ايه مدى ويتفتحها؟ رح أجلها لبعد العرس وساعتها بنحكي فيها يساعد خير معلمي الله يهنيك والف مبروك ان شاء الله تعرف لك عم تور تعرف إذا انقلع أبو حمدي من الحارة لك لحزوزك أحلى زوازي لحزوزك أختها لمرتي وزوازتك من أولتها لآخرتها على حسابي صلاة محمد بعلمي لك إيه بس أنت شد لي همتك وهجج لي إياه من الحارة من عيني هيا بالهي أنا بخدامتك معلمي أبو عزو بخدامتك أنا أوا حيو عن تور قوم تعال يا أمرك تعال لورجيك هالمسود يلي لطشته الكشة من كشة أو صخر تعال ألف مبروك يا معلمي لك أحلى طير أحلى طير بحارات الشام كلياتها عمي يا عادل حكي لا تطلعوا يا عم شباب عليكم السلام الله بالهدى عمي عادل حكي ما عم له فايدة والله فهمنا فهمنا يا بشار فهمنا لا حول ولا قوة إلا بالله السلام عليكم أهلا تيسير أهلا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضل تفضل شباب جوا السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يعني بعد كل هالبهدلة أخوك أبو الفوز نرجع يشغلوا حقوا هادي بالقهوة لك أنو بهدلة يا أبو شهاب لسه بيلي أنو بهدلة شو أنو بهدلة بعد ما أخذوه جماعة الكراكوب شرجعوه بالحارة هذا بدي يجيب له مشاكل أخوك أبو الفوز يا عمي لك يا أبو شهاب أبو حمدي طلع من الكراكوب ما عليه شي مو مقرب صوب حدا ابنه لك اخي نحن بدنا نشتغل مشان يكفينا شره فاهم بقى بدنا نعيد نفتح بالحكي لك يا ابو شهاب لك لسه بدنا نعيد نفتح بالحكي لك شلون بدكم تشغلوا حقوادي محلي بالقهوه انا ما اخليه يشتغل حقوادي محلي معك
خلي حسبنا الله ونعم الوكيل على هالقصة. لا تقول لنا 30 يوم تحملوا وتروح تتخانق معه يعني. ما راح اتحمله واخوك بده يجي من مرابة مشاك الخير. الله لا سلامة. انا عمل لك ما راح اخليه يشتغل محلي على كواتب القهوة. منيح منيح. اشرب شاي اشرب شاي اشرب شاي اشرب شاي. لا بدي اشرب شاي ولا شيء. نعيمة اسمع عمي قالوا لنا الوالد يمر لعندي ضروري الله يرضى عليك. سلامك مع السلامة. يا معروف فاهم علي. أنا زلمة تعود طول العمر طول العمر بالزلمة هالشغلة غير طريات. قال اليوم بده يحكي أول حكاية بالقهوة. وهلا صار أبو حمدي خرج إنه يقعد بالقهاوي ويشتغل حكواتي. دخيلك بكرة الزباين بتمل لحالها وصاحب القهوة أبو الفوز بيقلعه وبيرجع الحكواتي أبو شهاب. قولتي دخلك وخالي شو ناقصه لحتى ما يحكي قصص وحكايات؟ إيه والله اللي مرق على راسه ماله قليل بنوب. قصص المجرمين تقبريني. هي القصص اللي شاطر فيها الأفندي. صدقيني لحتى يشتغل حكواتي والناس تحب حكاياته وبتقولوا صبرية قالت. ولكن قال أبوالك إلهي. ولك أنا بس اللي بدي أفهمه. لك إنه دم أبوك رخيص عليك لهالدرجة أنت؟ ولك مو حرام عليه إنه يدبكم يرمي الليلة؟ مو حرام؟ ولا هي مالك شايفتيها؟ يا مو أنا متأكدة إنه خالي ما قتل، مستحيل يقتل، ليش لحتى يقتل؟ هيك متجاكر منه. شو نسيتي قديش كان يتخانق مع أبوك الله يرحمه؟ كله مشان أمك، وما كان يهون عليه إنه يضربها. نسيتي يا مو نسيتي؟ ما نسيت. ما نسيت أبدا. بس هذا مو عذر إله. مو عذر لأنه يقتله. لك شو قال يوم أبو حمدي بده يحكي الحكاية بالقهوة بدال أبو شهاب؟ يا زلمة هذا ما بيعرف غير الخناية والشباري. بس لمعلوماتك يا بضاي إنه أبو حمدي بيعرف قصص وحكاوي كتير. وأنت شو عرفه؟ معلوم شو إنه أبو حمدي عاد فترة طويلة بالحبس وسمع قصص وحكاوي من المساجين شي بيشيب شعر الراس. سيدي اليوم المساء بنسمع وبنعرف. إيه بس بضل أبو شهاب أحلى. هات لشوف شو صار معك مباري بالقهوة؟ اجى الحكواتي الجديد؟ عليك قصدك أبو حمدي. أبو حمدي ليش في غيره؟ يلي قلع أبو شهاب الحكواتي. والله يا معلم اجى قعد وحكى حكاية للزباين. أما شو حكاية؟ شلون يعني ما عجبتك؟ لا مو هيك القصة معلم مو هيك القصة. بس الحكاية اللي حكاها مو معروف أولتها من آخرتها. شلون بقى؟ عن شو عم تحكي الحكاية؟ والله يا معلمي ما بعرف يعني بس القصة كانت عم تحكي عن ولد صغير وعنده أبوه رجال قبضاي وطيب ومعدل وكان يشتغل صواف. وهذا الولد الصغير كان شقي كتير وشقي الأرض وطالع منها وبحب الخير للناس وكمان ما بيحط طواطية لحدا هيك وشغلات. والله ما فهمت عليه شيء. إيه والولد كان أبوه يشتغل صواف؟ مين هو معلمي؟ لك شو صاير لك اليوم لك دب؟ أبو الولد اللي كان عم يحكي عليه أبو حمدي. إيه الله وكيلك الزباين نصها راح تغفى بالقهوة وما حدا فهمان شيء. بس أنا اللي فهمان عليك وعرفان على مين عم تحكي. خير معلم؟ قلت لي شيء؟ لا 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 ما في شيء. وشو عملت امبارح انت وشيبوب؟ ما عملنا شيء معلمي انا وشيبوب لانه بدون ما نساوي شيء قصة الزباين طلعت من القهوة. بس كمان انت وشيبوب لازم تعمل شيء لك بهيمة. ما بدي ولا زبون يضل بالقهوة. ايه خلاص فهمت عليك معلم. من يوم ورايح ما راح اخليك يحكي كلمة بالحكاية. لنشوف يا عنتور لنشوف شو راح يطلع منك انت وهذا شيبوب. ميت أهلي يا أبو أسعد. أهلي يا أبو حمدي. أي البقجة اللي أخذها معك لأبي راي؟ شو في يا أبو حمدي؟ شوية تياب. الله يخلينا إياك، كتر خيرك يا أبو حمدي كتر خيرك. خير الله. أنا كل يوم بجيب أعمل لك قشطة لأرض الديار. ما في داعي، شحرور عم يوظف البيت وماشي الحال. إيه براحتك، إيش كان عتس أي شيء أنا بالخدمة ها؟ الله يخلينا إياك. يلا خاطرك. مع ألف سلامة. مثل ما وصيتني يا بي بإذن رب العالمين رح تضل إيدي ممدودة يا الخير. إنه بس حدا يفهمني حدا مبارح فهم شي من قصة أبو حمدي بالقهوة
أنا بالنسبة لي مليت وشوي تاني رح نام على الكرسي. إيه أكيد رح تنام على الكرسي وتمل، لكن مقضي لي إياها الحكاية كلها على ولد شقي وأبوه معدل وأبضايع، شو هالقصة اللي معدي هاي؟ نحن ناقصنا مهد. شوف أنا عمي، الحكاية اللي عم يحكيها أبو حمدي لساعتها بأوليتها، وبعدين الولد اللي عم يحكي عنه بالحكاية في من وراه قصة كبيرة كتير. لك إيه حاجتك ولك سحرور تلي صغيرة وكبيرة، يعني شو بدك هاي يطلع له الولد؟ أبو زيد الهلالي؟ سمعت بإذنك يا أبو معروف، سمعت بإذنك هاي زباين القهوة شو عم يحكوا على أبو حمدي؟ يعني أبو حمدي إذا بده يطلع عند أخوك أبو الفوز بده يخرب له بيته، بده يقول له كل زباينه. سيدي في زباين بيحبوها للقصة، وأنا واحد منهم. شو عاجبتك؟ آه قل لي فهمني، ما سمعت الشباب شو عم يقولوا؟ هي مو عاجبه، ولا هدول ما بيفهموه. إي معهم بيفهموها. هذا إذا كمل حكايته أبو حمدي لا أفرتها. شو قصدك أبو شاب؟ قل لهم كملوا وابتعدهم بالبيت. بيكون ابو حمدي خلص على حكايته وبترجع على شغله. يا اخي ما عم اقدر اقعد بالبيت، بدي ارجع على شغلي مهما كلفني الامر. ها لك وين رايح؟ شاب كاسه. ما بدي لا اشرب لا شاي ولا اضرب الصخر. خاطرك عمي. مع السلامه. لا حول ولا قوه الا بالله. السلام عليكم. وعليكم السلام، اهلين وسهلين بصقري. كيفك مرت عمي؟ اشتقت لك، انت شلونك؟ الله يخلي لنا اياكي ويديمك فوق راسنا يا حق. يخلي لي اياك. شرفي بنت عمي، اشتهيت لك قطعة هالقماش، هي مني لإلك. يسلم ايديك، هي مشاني تشكل قاسي. والله ما في داعي تغلب حالك تقبرني. ما في شيء مستاهل ما في شيء مستاهل. علي الحلال سعدية إذا طلبت عين تاني ما بيغلو عليها. لك الله يخلي لي إياك وما يحرمني منك يا تاج راسي. استريح تقبرني استريح. يا الله. عملي له كاسة شاي لصهرك. حاضر يا عمو. الله يعلم شو في من وراء هالهدية اللي جايبها أبو عزة لسعدية. صبري شكرا يا عمي، وبعمل لك كاسة شاي لصهري. انت وصهري. صهري. ايه ايه مرت عمي. نعم. ما قلت لي شو صار مع اللي ما بيتسمى؟ اشتغل حكواتي؟ ايه مرت عمي، امبارح كان له اول يوم بالقهوة. يلوه الوه، لا بقلش شوحة مرجوحة ولا ابو بريس بقى. اخر هالزمن ابو حمدي يشتغل بالقهوة. شغلته مو مطولة مرت عمي. مو مطولة بنوم، شغلة يومين ثلاثة رح بيضوجوا عليه الزباين ويطلبوا من أبو الفوز يرجع أبو شهاب حكواتي للقهوة. لك الله لا يسامحه يا أبو الشهاب، لك طول عمره لا بيحلل ولا بيحرم. لك كان مو حرام عليه يقطع برزقته لأبو شهاب يلي عم يتعيش هو وولاده من وراها؟ مو حرام؟ بدك مين يكون عنده وجدان وضمير مرت عمي؟ كيفك سالحان؟ أهلين وسهلين أبتزي. لك يزيد فضلك إلهي، شو إنك مقدمة ومجبة. يا أهلين وسهلين ومرحبين. تفضلي تقبريني تفضلي. ولك يزيد فضلك إلهي يا حق. أهلين وسهلين. أما شو شايبتلكم خبرية بتطير العقل أماني؟ شو هالخبرية؟ الله يسمعنا الأخبار الطيبة. إيه لا ما بحكي، خلي صالحة تساوينا فنجانين قهوة بالقوة. لك إيه من عيوني. أوام صالحة أوام؟ يلا من عيوني أنت وأم فهمي. إيه هاي بدك علي؟ صغير شكل هالمرة. والله عم تحكي جد؟ الحمد لله يا ربي الحمد لله. مين هو؟ وين ساكن؟ أنا عم بقول يا حالي أحسن ماني مسكر دكان برات الحارة، بفتح دكانة عمي أبو تيسير مثل ما كان فاتحها هو، وبيع فيها حبوب وقمح وشعير. ايه يا ابو، ابن عمي معه حق، يعني خليه هو يفتحها مو احسن من الغريب؟ بس يا سعدية الدكانة مستكريها ابو حدو، والزلمة متعيش من وراها. مزبوط صهري، الدكان مستكريها ابو حدو. ايه؟ شو عليه صبرية؟ من قله لابو حدو يفضي الدكان. شو عم تحكي صهري؟ ما بصير نقول له هيك، الزلمة بيزعل منا، بعدين متعيش هو وولاده من ورا الدكان. أصلاً كل اللي بقي يعني لو مدة صغيرة. يعني قديش المدة مرت عمي؟ يعني قديش أبو حدو بده يضل بالدكان؟ يعني يمكن هيك حركة شي 3 شهور زمان. إيه مو محرزة، أنا بعوضه عن المدة وبعطيه فوقها حبة مسك، وهيك بتضل الدكانة دكانتكم والرزق رزقكم. مزبوط سعدية؟
قد المحبة يا عين رح تفرح معانا الناس لو كان العمر عمرين ما فرقت معانا يا ناس وقد المحبة يا عين رح تفرح معانا الناس واللي ضمير عدم رح تخطف الأيام يغرق في بحر الندم يفقد معه الأحساس خلي بقلبك أمل ورد بحوض